لانكم الشعب الجزائري لا يعرفكم، انتم يعرفوكم الصالونات، تعرفكم بعض القنوات التي تخدمكم، لكن الشعب الجزائري في اقصى الجزائر في مثلا في الحزب لا يعرفكم. عندما نقدم حزبكم تعرفيه غير انت، حزبكم واحد ما يعرفه. عفوا غير انا مش هذا الاسلوب يا استاذه، ماشي اسلوب حوار هذا، انا نعطيك بالادله والبيانات، ما نقولكش هكذا برك.